هذا هسه يطير هذا من هذا الجم داخله من الخوف القاري يصير شيء هذا طفل على لا يخاف ونزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا هسه شوف جن يضربني عفوا شوف شو يضربني لو ما يضربني اشوف حبيبي تعال جمي واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني اضربني شوف هذا الجن يضربني هسه يطيب ابني شو اسمه استاذ؟ عباس هذا مو عباس هذا الجن هسه عباس يطيب ان شاء الله اخرج جاي والجن واذا ما ريته فهو يشفي يهودي اصلي قائد مساعد ما حد يدلني مشكله بس الزمن هذا الجن شوف ضربني انا حد افرح هيك هذا الجن ما واذا ما ريته فهو يشفيني واذا ما ريته فهو يشفيني وننزل من القران ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة هسه شوف هذا الجن شوف هسه يطلب يعني يهودي اذا تستسلم قل لا اله الا الله لا 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 استسلم على دين الاسلام شوف ما يستسلم يقول انا يهودي احترامي للاسرائيلي واليهوديين الجن يعني نحب كل الناس يهودي مسلم مسيحي هدفنا خدمه البشريه بس اخرج يا عدو الله اخرج يا ايها الجن استسلم شو اسمك؟ شعليه هسه اضربك والله اخرج استسلم لو تخرج لو اضربك شو اسمه استاذ عباس اذا ما تخرج من جسد عباس ابني حبيبي باي مكان جايني؟ راشدي بغداد راشدي بغداد هاي بغداد اي انا ما اخاف منك بس ما تضربني يلا استسلم على دين الاسلام يلا انت رجل ومرأة رجل ما استسلم كم صار هيك استاذ؟ صار اسبوع هيك وقاعد صار يقول خمس اشهر يعني يقول خمس اشهر هسه وعد ابنك يطيب شو اسمه ابنك؟ عباس عباس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا عباس 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 جن. والله هذا مو عباس هذا الجن هسه طلع هذا الجن يهودي شوف هذا الجن شوف شو يسوي هسه ابننا يطيب باذن الله بس لا اذكر اللي يصور هذا جزء من حقه هذا الجن هذا الجن يلا خلاص هذا عباس 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 هذا الجن عباس شنو اسمه؟ ودوه هنا هسه يطيب هسه عباس يطيب وخلاص اللي صور شوف هسه اذا جن باقي يتحرك باذن الله هسه ابننا هذا مو عباس كان جنب داخله عفريت شوف هسه تشوفون ابننا اذا عباس جنب باقي بجسمه يتحرك اذا ما باقي ما يتحرك ربي ايش ابننا الغالي العباس الورد البغدادي شوف الجن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان الانساني عدو مبين تحرك اذا جن باذن الله تعالى واذا مريض فهو يشفيني واذا مريض فهو يشفيني الله اكبر طابت جماعه الخير صلي على النبي اللهم صل على النبي الهام حبيبي هذه شكلها حلوه عباس اقعد ايش اسمك؟ اسمع اسمع صوتك شو اسمك انت؟ عباس افتح عيونك يعني انهض امشي 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 ايش بيك؟ يلا امشي شوف عباس ليش هسه ضربت الشيخ؟ انت ما ادري ايش صار قبل شوي ليش ضربت الشيخ؟ ايه شوف يقول مو اني شوف هذا الجن ليش ضربت الشيخ قبل شويه؟ هسه قبل شوي انت ضربت الشيخ مو انت؟ شوف يعني هسه انت يعني هسه انت زين؟ هسه يبوسني انت منو؟ عباس عباس يعني قبل شوي ما ضربت الشيخ؟ ابد؟ انا ضربت الشيخ استغفر الله بوسه معود فيه مبروك لك هسه يا جن باقي يتحرك دقيقه ما مستوانا اذا جن باقي يتحرك اريدك لنص في ما قبل ما مراجعه ما احنا نواجهك عباس ما نستعجل هني على خلك جوا عباس اذا تسوي شيء هذا هسه اذا عباس شوف شوف اذا الجن بداخله يتحرك اذا مو بداخله ما يتحرك عباس هذا جن ضربني كثير شوف ضربني وايا بس مو كان عباس عباس شوف هسه بس هذا الطفل لا يمشي اختي شوف عباس هسه لازم اذا اورق يعني قرعه لازم يضربني ودي برا اختي ودي برا ما ادري شو إذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني ليش ما تضربني بوسني؟ جماعة خلينا نصلي على النبي اللهم صل على محمد اعتذر من العالم اعتذر من العالم وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد يلا جماعة كل خير يلا عباس عباس احكي دقيقة عباس بأي مكان جاي عباس بأي مكان جاي
بغداد ابو سراس كلها بغداد الشيعة والسنة ابو سراس كلكم خلاص صلى الله على سيدنا ما مسى وكل طول وهذا هو معجزة القرآن عباس عباس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله عباس صبت من بين بابا عباس بوس بابا الغالية وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد أليس في كل عالم يفتحوا المستشفيات حتى ننقذ الآلاف مثل عباس يوم يقتل أنفسهم الجن يقتلهم ما يعرفون بنفسهم هم الجن هم ما يعرفون هو الجن عباس كان جن بداخله مو عباس ولد طيب عاقل شريف ابن شريف ولكن الجن شو شواب العباس يوميا مئات الناس يموتون بهذا الموضوع ما يعرفون الطب ما يعرف الجن بالفحوصات ما يطلع والله يا أغنياء يا أهل الملوك ساعدوني حتى أفتح مستشفيات أنا أخذوني أتقذ الله أنا أخذوني يم الشيوخ كسروا الأصابع هذني هسه سووا حتى حجام ظهري تعال شوفه وحتى حجامه براسي سووا لا حول ولا قوة حتى بالعودة ضربون على ظهري كسروا صحيح أنت أبوه مبروك لكم وصلى الله على سيدنا محمد افتحوا مستشفيات حتى نخدم الناس بدون مقابل في سبيل الله وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد جماعة خير نصلي على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد سويش عباس حبيبي عباس والسلام عليكم ورحمة الله.